الخلاصة إن العالم كله في كفة، وإسرائيل وأمريكا وأسنادها من الحكام العرب في كفة تانية، واللي الحقيقة ينتظر النصرة لأهل غزة من دول، من السيسي وابن سلمان والراجل ده، يبقى واهم واهم. لأنه الأستاذ حد اسمه خالد حمدي كتب بوست جميل قوي، بيقول في البوست ده: صدقت العرب، الخيول المخصية لا تصهل. حكامنا الحقيقة خيول مخصية، ما خصهاش الأمريكان، هم جم عشان مخصيين. مش هتشتري انت فرس حلو قوي حر عشان يجر عربية أو يجر مزابل، إنما أنت هتشتري فرس كبير في السن وتعبان وحالته نيلة عشان ده خيول للجر. مش هتروح أنت عند الهرم تشتري فرس تأجره للسياح تركب عليه واحدة أو تتصور عليه وهو فرس حر، أنت بتاخد أي بغلة أهي سايحة في الآخر تركب عليه وتتصور عليه جنب الهرم. حكامنا شبه الخيول اللي عند الهرم، خيول ما تقدرش تجري، لا بتاعت معارك ولا حتى بتاعت سبق، خيول ملهاش نسب. الخيل اللي في السبق ده له نسب، له شهادة ميلاد معروف أبا عن جد. الخيول اللي عند الهرم دي خيول كده كل شي كان، خيول خباصة كده خبص، تبص على الحصان كده تلاقيه تخين ومهدل وديله بايظ، لأنه في الآخر شغلته إنه يفسحك. إحنا الحكام بتوعنا هي الخيول دي، خيول متعلقة بإسرائيل، سرقوا عروشهم وعينوا نفسهم ملوك وحماهم الغرب، لأنهم خيول مخصية عشان الغرب عايز ينهب خيراتنا، خيرات بلادنا. فاوعى اوعى تغلط وتستنى من فرس مخصي عند الهرم انه يخش سبق، هيبقى مش العيب في الفرس، هيبقى العيب فيك انت، لأن ده مش فرس سبق ولا فرس حرب، ده فرس منظرة لا علاقة له بالخيول.